بعد عطل دام 6 ساعات وتسبب في حرمان 3 مليارات و500 مليون مستخدم من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب، قالت فيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء هذا العطل. وفوراً وكالعادة انتشرت التعليقات الساخرة وصور الميمز التي تؤكد مدى تأثر العالم بعطل تطبيقات شركة فيسبوك. واستغلت منصات عدة هذا العطل لكسب المستخدمين إليها مثل تويتر ويوتيوب وتيك توك. فشركة تويتر مثلاً غردت بشكل ساخر قائلة: مرحباً بالجميع بكل ما للكلمة من معنى، في إشارة إلى أن جميع مستخدمي الإنترنت باتوا مجتمعين على منصتها. وانتشرت الصور الساخرة والمنتقدة لمارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لفيسبوك والمنصات التابعة لها. وقالت فيسبوك إن فرقها الهندسية اكتشفت أن تعديلات على أجهزة التوجيه الرئيسية أو ما يسمى بالراوتر التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشكلات مما أدى إلى توقف الاتصال. وأعتقد أنه ما في حدا منا يمكن لم يشعر بهذا التوقف عن الاتصال يوم أمس، وصرنا نشوف يعني أشخاص عم يتسألوا على تويتر إذا ما كانت نعمة أم نقمة اليوم أنه الشخص ينفصل عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي بات في إدمان عليها. يعني أردنا ذلك أم لا؟ هذا هو واقع اليوم، الجميع متصل بالإنترنت لوقت طويل. على كل حال، ثروة مارك زوكربيرغ أيضا تراجعت بعد هذه الحادثة ب6 مليارات دولار لتصل إلى 121 مليارا، وحتى تراجع تصنيفه بين أغنى أثرياء العالم.